السلام عليكم. دلوقتي انا عندي كاميرا هنا وعايز ان انا اغير السمك بتاعها، يعني تبقى هنا مثلا 10 سنتي من 20. خليني الاول الغي ديت. طيب اروح هنا بقى للاوبننج واقول له باي فيس واختار الكاميرا اللي انا عايزها وابدا احدد الجزء اللي انا عايز اشيله واقول له اوكي، فيبدا يعملها لي بالشكل ده. طيب ممكن برضو ان انا ارسمها، يعني في حل تاني ان انا اجي هنا واقول له كومبوننت واقول له موديل ان بليس واقول له انا عايز هنا ستراكشر فريمينج. اوكي واقول له اكستروشن وابدا اشوف السمك بتاعها واكتبه وتبدا بقى ايه ترسمها بالشكل دوت. طبعا الافضل ديت تمام، لان انت شغال بحاجه اساسيه، ابعد عن جينيريك موديل قدر الامكان. طيب لو انا في ال 3D وعندي مثلا كاميرا اهيت وعايز افتح فيها اوبننج، برضو بروح ل باي فيس واقول ان انا عايز افتح الفتحه هنا، ادوس تاب، وبعد كده لو انت عايز تفتح اوبننج في اي جزء اهو تختار مثلا الجزء دوت وتقول له اوكي، فيبدا يعمل لي الاوبننج. ممكن تقول له سكتش وتفتح اكتر من واحد. لا هو لازم واحد بس، ممكن بعد كده نعمل دوبليكيت، يعني ممكن نقول له احنا عايزين دوت، نقول له ايه انا عايز كريت سيميلر وادوس هنا تاب واروح مثلا عامل اوبننج دائري واقول له اوكي، فيعمل لي الاوبننج بالشكل ده. طبعا احنا مش بنعملها بالشكل ده، احنا المفروض ننزل شويه وبعد كده بننسق مع المهندس الانشائي ايه الحاجات اللي احنا ينفع نعملها، مش بنعمل مزاجنا، لازم المهندس الانشائي يقول لنا اذا كانت هتنفع ولا لا.